متتبعي قناة ألفا سبريس مرحبا بكم. حال الآن تتواجدوا في المركز الاستشفائي الجامعي بن رشد بمدينة الدار البيضاء. جينا لهنا من أجل الوقوف على الاستعدادات التي تقوم بها الإدارة من أجل تلقيح الأطر ومستخدمي هذا المركز. الأطر الصحية كما تعلمون كانت في الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد 19، والآن مرة أخرى هي في الصفوف الأولى من أجل تلقي تلقيح ضد هذا الوباء. تعرف شنو الإجراءات اللي اتخذتوا باش تستمر عملية التلقيح بالنسبة للأطر تاع المركز الاستشفائي الجامعي الأحسن ما يرى؟ بالنسبة لنا كمركز استشفائي الجامعي وعلى غرار كل ما تم اتخاذه من تدابير على الصعيد الوطني بعد التعليمات السامية ديال سيدنا الله ينصره، انخرطنا تحنا في التهيئات ديال هذه العملية. تم تشكيل لجنة التي رأسها المدير العام للمركز الشفائي الجامعي، وفيها المدراء ديال المؤسسات الاستشفائية، وفيها ممثل عن مصلحة طب الشغل، وفيها بطبيعة الحال كل الأقسام والمصالح اللي عندها دخل في هذه العملية هذه، وكذلك الصيادلة ديال المؤسسات الشفائية. تم تحديد كيفاش غادي تكون المنهجية ديال هذه العملية ديال التلقيح في المركز الاستشفائي. بطبيعة الحال تم تهيئ لتزويد كل نقاط التلقيح بكل ما هو لازم من معدات طبية لعملية التلقيح. تم كذلك تهيئ الظروف لاستقبال اللقاح، وكذلك لتوزيعه على كل النقاط ديال التلقيح في واحد الاحترام التام ديال سلسلة التبريد، باش تكون الجودة ديال اللقاح مضمونة بالنسبة للناس اللي غادي يتلقاوه. تم كذلك تهيئ الأطر الطبية اللي غادي تشتغل في هذه العملية هذه، والشبه الطبية والأطر الإدارية وكل الأطر اللازمة لهذه العملية هذه. هاد الأطر استفدات من تكوين اللي كان في بعض الأحيان عن بعد، اللي كان في بعض الأحيان في الناس حاضرين في مقرات التكوين، وكانت محاكاة كثيرة ديال العملية اللي دارت في المركز الاستشفائي الجامعي اللي عاونتنا باش تهيئنا أكثر وعبأنا الأطر. كان بطبيعة الحال تواصل اللي بدا مع الأطر ديالنا ديال المركز والمستخدمين، التواصل بطبيعة الحال عبر الملصقات، عبر البوابة الإلكترونية ديال المركز الاستشفائي، وكان واحد الويبينار ندوة افتراضية اللي دارت يوم الاثنين اللي مكنات باش الأطر ديالنا ديال المركز الاستشفائي كلها طرح الأسئلة اللي باقة في الذهن ديالها باش يحيد أي غموض اللي كاين بالنسبة للتلقيح، وكذلك شرحنا حتى العملية كيفاش غادي تكون وكيفاش الإنسان يمكن يستفيد منها. بالنسبة لشحال عدد الأطر اللي غادي يتم تلقيح عليها؟ الأطر الصحية بطبيعة المستخدمين للمركز الاستشفائي الجامعي العدد ديالهم هو 4500 ديال المستخدمين. كيف ما تنعرفوا بأن هذا العدد والعملية كلها على النطاق الوطني غادي تجي بالتدريج، كاين واحد التدرج في التلقيح. عرفنا بأن البلاغ ديال وزارة الصحة أكد بأن أولا غادي يكونوا الأطر الصحية اللي عندهم 40 سنة وما فوق هما اللي غادي يستفدوا الأولين، ومن بعد في الأيام الأسابيع المقبلة غادي تكمل العملية ديال التلقيح بالنسبة لباقي الأطر. إذا احنا في المركز الاستشفائي الجامعي غادي نبداو بالأطر وبالمستخدمين ديالنا اللي عندهم 40 سنة وما فوق، ومن بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم فاش غادي تكون عاود تاني الوزارة عمات الباقي الفئات العمرية غادي تحنا في المركز الاستشفائي ناخذوا نفس المبادرة. واش كاين شي تدابير احترازية في حالة الوقوع شي مشكل سواء على مستوى التخزين أو على مستوى التلقيح؟ أولا تنعرفوا بأن بالنسبة للتخزين عندنا واحد المركز ديال التخزين اللي هو مستشفى بن رشد، وعندنا بطبيعة الحال الإمكانية باش نديرو في كل نقطة ديال التلقيح كاين ثلاجات اللي فيها كل المستلزمات باش يمكن لينا نتابعو
درجة الحرارة اللي كاينة في الثلاجة عن بعد وفي آنه بالنسبة للناس اللي خدامين في مراكز التلقيح. إذن من هذه الناحية الحمد لله كل التدابير اتخذت باش إن شاء الله ما يكون حتى شي مشكل فيها. وبالنسبة للناس اللي غادي يتلقحوا كل التدابير اللازمة للحماية ديالهم والضرء أي عرض اللي غادي يمكن يوقع اتخذت الحمد لله، والناس تلقاو تكوين في هذا المجال هذا. وحنا نقولوا بان ان شاء الله الرحمن الرحيم الامور كلها غتكون مزيان. الاستعدادات قمنا بها اكثر من شهر تقريبا جميع الأصعدة، المستوى الموارد البشرية اللوجستيكية، المستوى كما كتشوفوا القاعة اللي غتقوم فيها التلقيحات، على مستوى جميع المواشر، أطباء ممرضين صيادلة أعوان تقنيين كاتبات، جميع التدابير وجميع الوسائل. وتم الحمد لله تحضيرها لضمان النجاح ديال هذه عملية التلقيح للعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي بن رشد. وهذا الشيء غيتم بدون المساس بسميتو بالأنشطة اليومية ديال العلاج وديال التتبع ديال المرضى اللي عندنا في المركز الاستشفائي الجامعي بن رشد. دونك عملنا بهذه الطريقة باش ما يكون حتى شي تأثير على الأنشطة ديالنا على العمل ديالنا اليومي إن شاء الله. شنو الدور الصيدلاني في هذه العملية تاع التلقيح أو التخزين ديالو؟ الدور ديال الصيدلاني هو السهر على جودة اللقاح من منذ التموين إلى التطعيم للبيرسونيل كونسيرني. يعني سهر صيدلاني على لاشين دو فخوا من مصالح التخزين المركزية إلى نقطة التلقيح، ويتم ذلك عبر مراقبة مستمرة ديال لي زونغوجيسترومون ديال درجة الحرارة عبر واحد التطبيق اللي سهرت على الإنزال ديالو وزارة الصحة اترافيغ ان لوجيسيال. كيفاش تتم عملية التخزين تاع اللقاح داخل هذه المصلحة؟ بالنسبة لعملية التخزين فهي كتم كالتالي: كنستقبل اللقاح من عند الصيدلاني، كيتم التخزين ديالو في الثلاجة، من بعد على رأس أول ساعة كنبقاو نشوفوا درجة الحرارة ديال اللقاح. عندنا كذلك أن كابتر اللي كنقدروا نتحكموا في درجة الحرارة ديالو في أي لحظة، وذلك لاحترام لاشين دو فخوا اللي هي مهمة في العملية التلقيح. كذلك نقوم بتوزيع ديال اللقاح على الممرضين. كذلك كنتكلف بتتبع ديال عملية استهلاك اللقاح واسترجاع اللقاح المتبقي في آخر النهار.